صدرت مديرية التجارة لولاية النعامة خرجات ميدانية لأعوان المراقبة للمطاعم والمقاهي بعد الفتح التدريجي لها، حيث وقف الأعوان على مدى تطبيق التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، وكذلك برمجت زيارة للمحلات التجارية وحث أصحابها على تطبيق واستعمال جهاز الدفع الإلكتروني. التغطية كانت لي مصطفى دحاوي. برنامج مراقبة يومي بالنسبة لفرق المراقبة، وكذا برنامج مسطر آخر رفقة المصالح المشتركة متمثلة في مصالح الأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني. يبقى الوعي والالتزام من التجار هو الحل الوحيد للقضاء على هذا الفيروس. إطار الحملة التحسيسية اللي يقوم بها بريد الجزائر مع بالتنسيق مع مديرية التجارة ولولاية نعامة، وهذا تنفيذا لتعليمات المديرية العامة للبريد. قمنا اليوم بعملية تحسيسية لفائدة التجار بخصوص وسائل الدفع الإلكترونية ومنها جهاز تي بي. تقوم مديرية التجارة بالتنسيق مع بلد الجزائر بالترويج لهذا المنتوج، ونحثوا التجار على استعماله، خاطرش غادي يكون إجباري ابتداء من عام 2021 المذكورة في قانون المالية 2018. هذه مليحة تساعدنا، كان يجي داخل ما عندهاش دراهم وعندها الكارطة نجمو نبيعوا له. تساعد الكونتاكونت ما يكونش ليسباس، ما يكونش هادو الدراهم في التعامل، هذا تعامل تجاري ما يكونش دراهم، لان جمانه ثاني نرفض كارتي ونمشي نشري بها.